جه ياض يا ملزق منك له. ملزق. سيبوني في حالي. ايه ده ماله الواد ده؟ عاوز الدندوق. ايه ده انت لسه ما اتفطمتش؟ امال هتبقى راجل ازاي طول ما انت شابط لي في الدندوق؟ شابط لي في الدندوق. امال هكبر ازاي؟ تكبر ازاي؟ طب ما انت هتشرب لبن برضه، ايه مشكلتك؟ اصل انا مش قادر انسى الدندوق. ولا عمرك هتنسى الدندوق. ده الاعلان اللي صدر قرار بمنعه النهارده، اعلان الدندوق. ده الاعلان اللي موقف مصر على رجليها من اول رمضان. ده الاعلان اللي بيلخص حال مصر ووصلت لحد فين. مصر المتناقضه، مصر اللي عكس بعضها، مصر اللي رايح جاي، مصر اللي مش عارفه وشها من قفاها. الدندوق، مصر الدندوق، بيقول لك هي دي مصر. مصر اللي بتثور ببرلمانها بمنظماتها بأزهارها بشيوخها عشان كلمة على لسان عيل في إعلان، وهي من أكبر دول العالم في التحرش الجنسي. مصر اللي فيها أكبر مساجد في العالم وبرضه فيها أكبر كباريهات. مصر اللي شركة طيرانها بتنقل أكبر عدد معتمرين في العالم، وهي اللي عاملة أوكازيون في السوق الحرة في رمضان، اشتري إزازتين خمرة وخد التالتة مجانا. مصر اللي فيها شبكات دعارة أكتر من شبكات الصرف الصحي. مصر اللي بتقبض على الناس اللي فترة في رمضان في المناطق التعبانة وسايبة اللي في المناطق اللي مش شعبية. مصر المتناقضة، مصر اللي فيها كل حاجة عكس التانية، مصر الدندوق، مصر اللي فيها أكبر نيل في العالم والنهاردة خمس محافظات بتنتفض عشان مش لاقية تشرب. مصر اللي أهدت حقول الغاز لإسرائيل بالمجان والنهاردة بتستعد لتوقيع اتفاقية عشان تشتري الغاز من إسرائيل بالمليارات. مصر اللي بتبور الأراضي الزراعية الصالحة وتروح تصرف مئات المليارات عشان تصلح الصحراء. اديني عقل يا رب. مصر اللي فيها كيلو الليمون بخمسين جنيه والبامية معشرين ومش لاقية تاكل ورايحة تاخد قرض بمتين وخمسين مليار عشان تبني محطة نووية. مصر اللي شر يا سلاح في سنة واحدة باكتر من 300 مليار جنيه وتقلب في القنوات تلاقيها بتشحت بحلق الحاجة زينب. دي مصر الدندوق، مصر اللي عندها أكبر سواحل على أكبر بحار في الدنيا ومش لاقية شوية سمك تأكل بيهم شعبها. مصر اللي فيها أعظم أطباء العالم وفيها أكبر عدد مرضى سرطان وفشل كلوي وفيروس سي في الكون. مصر اللي بتحرم زراعة الرز وبتزرع كريز. مصر المتدينة بطبعها زي ما بتقول إسراء عبد الفتاح النهاردة، ومع هذا التدين فيها مصانع البيرة أكتر من مصانع الحليب. هي دي مصر، مصر الدندوق اللي بتثور عشان طفل بيقول كلمة واحنا ضد العيب تصريحا او تلميحا، ومع ذلك مصر قاعده قدام الشاشات مبسوطه وبالها رايق وهي بتتفرج على العري والرأس والالفاظ القذره والكلام المنحط في 36 مسلسل اتكلفوا اكتر من 5 مليار جنيه. مصر اللي صاحب شركه جهينه لما بعت عربياته لتلاجه مشرحه زينهم يوم 14 اغسطس عشان يحطوا فيها جثث الشهداء اللي اتقتلوا في رابعه من كترتها عشان ريحتها طلعت، قالوا عليه إخوان، ولما راح يعمل إعلان على طريقتهم بتاعة الدندوق قالوا عليه قليل الأدب. هي دي مصر، مصر اللي بتثور عشان طفل قال دندوق وبتخرس، تخرس لما ملايين الأطفال بيموتوا من السرطان واللي بيغتصبوا في الإصلاحيات والشوارع واللي بيقتلوا أبائهم في البيوت والسجون زي ماجد الحنفي اللي مات في ليمان تورا النهاردة. خليكم قاعدين قدام عادل إمام وليلى علوي ويسرى ولبلبة ويوسف الشريف ومحمد رمضان ونيلي وشرهان، اتفرجوا على القيصر والأسطورة ودافنشي واستمتعوا بالخروج وفوق مستوى الشبهات وابو البنات والميزان ووعد وصد ورد ويونس وولد فضة والكيف ويوميات زوجة مفروسة والمغني، واخر الليل اخر الليل اوعى تنسوا اعلان الدندوق، يا تتفرجوا عليه يا تهاجموه قبل ما تتسحروا وتصلوا الفجر جماعة. الله غالب واشوفكم بعد الفاصل.